يعني دعم بالوضع الحالي ما في دعم، انسى الموضوع. تفائل والله تفائل. انا مو متفائل يعني هذه الذائقه لازم ما في بس الله يرزقني وفاهم يعطيني كم مليون واشتغل على كيفي خلاص كل سنه اي كم مليون وايد مليون بعد يصير عندي فلوس لما يصير عندي مليون عادي اوزع 50 60 هني و50 60 ما عندي بس تعطيني مثلا 200 الف اروح اقط نصهم على اغنيه لا والله ما ابي عطني ملايين كل سنه اقط هني تعال انت غن وانت سوي لحن وانت وزع وهذا واسوي اللي ابي على كيفي اما انك تقول لي متفائل لا والله ولا متفائل ولا ربع متفائل باللي اشوفه الحين